الإشكالات الاقتصادية والسياسية في عالم اليوم والحلول الممكنة لتجاوز مختلف التحديات المطروحة، محاور رئيسية تتصدر أشغال مؤتمر السياسة العالمي بمراكش. شخصيات سياسية دولية وأكاديميون وخبراء من مختلف المجالات يشاركون في الدورة 12 لهذا المؤتمر. مداخلات المشاركين في اليوم الأول ركزت على مسألة التحولات السياسية والاقتصادية وتحديات التكنولوجيا والعالم العلاقات التجارية الدولية. Comme chaque année, il s'agit d'abord de comprendre un monde qui évolue extrêmement vite. ككل عام نحاول أن نفهم عالما يتطور بشكل سريع، عالم يتطور في حالة من عدم اليقين وتفاعل قوي بين عالمي الاقتصاد والسياسة. في البداية علينا أن نفهم، ثم علينا مناقشة كيفية العمل من أجل أن يظل العالم مفتوحا بشكل عقلاني وأن يستفيد الجميع من النظام العالمي الحالي. Pas une passoire, mais ouvert. تساؤلات مطروحة في عالم يتميز بحالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وضعية تفرض تقديم مقاربات توافقية لتجاوز مختلف الإشكالات، وتتمثل هذه المقاربات في وضع أسس قوية تضمن الاستقرار بجميع أبعاده. بالطبع هذه تساؤلات اللي كتفرض على بلدنا باش يكون عندها كذلك مقاربة واضحة ورؤية واضحة وقناعات. قناعتنا اليوم هو أنه بلدنا لها كل المقومات لرفع هذا التحدي. في عالم غير مستقر يجب أن نضع الأسس الاستقرار، الاستقرار المؤسساتي، الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار الاجتماعي. هذا النقاش اللي مطروح اليوم حول النموذج التنموي بالنسبة لبلدنا هو مناسبة لكي يساهم كل إسهام ديال كل فعاليات ديال بلدنا، لأنه النتائج اللي غتخرج منه خصها تكون نتائج فيها توافق. ما يظهر أن المغرب في حالة جيدة في ظل مناخ دولي صعب بالمقارنة بعدد كبير من الدول، ويجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الاقتصادية والاستعداد لها. هذا أمر يدفع إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية على جميع المستويات. على مدى 3 أيام يواصل المشاركون في هذا المؤتمر الدولي مناقشة القضايا الكبرى على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية، وتحظى ملفات القارة الإفريقية بحيز هام من أشغال هذا الملتقى، ملفات هامة تتمثل أساسا في الهجرة والتهديدات الإرهابية، إضافة إلى مسألة التحديات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين دول القارة الإفريقية.